أثابكم الله. يقول السائل: أفتون في طفل الأنابيب، وهل كشف العورة من أجل التداوي لطلب الولد من الضرورات المبيحة لكشفها؟ وهل طلب الولد حاجة أم ضرورة؟ وهل تنزل هنا الحاجة منزلة الضرورة؟ وجزاكم الله خيرا. طفل الأنابيب هذا من العبث الطبي، هذا من العبث الطبي، ولا يجوز فعله، لأن فيه محاذير: أولا كشف العورات بدون ضرورة، إنجاب الأولاد ليس ضروريا، إن تيسر من الله سبحانه وتعالى فهذا مطلوب، أما إذا لم يحصل إلا بطريق الأنابيب فهذا لا يجوز لما فيه من كشف العورات. وثانيا، من يأمن الأطباء على نسب هذا المولود؟ هم عندهم مياه، ومهمتهم أنهم يأخذون الدراهم، يعملون العملية وتنجح علشان يأخذون دراهم. من يضمن لنا أنها النطفة هذه إنها من الزوج؟ هم محل ثقة؟ ما هم متهمون، لأنهم يريدون المال ويريدون الدراهم ويريدون أن تنجح عمليتهم، هذا اللي يريدون. فمن يضمن إن هالولد هذا إنه من ماء الزوج؟ ففي هذا ضياع للأنساب. وطلب الذرية الله جل وعلا جعل له طرقا شرعية: الزواج، جعل الزواج والاتصال بين الزوجين، وإذا تأخر الإنجاب يعالج، هناك أدوية إن كان هذا العارض تنفع فيه الأدوية الحمد لله، وإن كان هذا العارض لا تنفع فيه الأدوية هذا عقيم. الله جل وعلا يقول: ويجعل من يشاء عقيما. فعليك ببذل الأسباب المشروعة، أما اللجوء إلى أمور فيها محاذير وفيها شر فلا تلجأ إليها.